السلام عليكم. الولايات المتحدة الأمريكية أقحمت واحدة من أخطر وأكثر طائراتها المسيرة تطورا في منطقة الشرق الأوسط في توقيتات حساسة للغاية. التفاصيل كانت قد نشرت مؤخرا من عدد من المصادر المهمة مثل The War Zone وكذلك The Aviationist وكذلك أيضا Aviation Week Network. والطائرة التي نتحدث عنها هي طائرة ألترا المسيرة الأمريكية. هذه الطائرة تم تصميمها من قبل شركة Design Technologies الأمريكية التي تأسست في عام 2012. المقر الرئيسي الخاص بهذه الشركة يقع في ولاية كاليفورنيا الأمريكية. الطائرة التي نتحدث عنها تتميز بالعديد من المميزات المهمة ومتفوقة بالعديد من الأمور مقارنة بطائرة MQ-9 ريبر الشهيرة التي استخدمت في واحدة من أشهر العمليات على الإطلاق في عام 2020 في اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في العاصمة العراقية بغداد. هذه الطائرة هي طائرة تجسسية بحتة تعمل على عمليات تجميع المعلومات، الاستطلاع العميق، وكذلك طبعا عمليات التجسس على العديد من المستويات، وكذلك هي تستطيع من التحليق على مرتفعات عالية للغاية، والأهم من ذلك بأنها قادرة على التحليق لأكثر من 80 ساعة دون الحاجة للتزود بالوقود. كذلك أن هذه الطائرة المسيرة أيضا هي تتمتع وهي قادرة على مواجهة وشديدة الصلابة، هي شديدة التحمل هذه الطائرة، وكذلك أيضا أنها تستطيع من التحليق كل هذه المسافة وهي تحمل حمولة ثقيلة للغاية. الحمولة القادرة على طبعا حملها هي تصل ويصل وزنها إلى 400 رطل، أي نتحدث عن أكثر من 181 كيلوغراما. وهذه طبعا كلها مميزات هي تتميز بها مقارنة وتتميز فيها على طائرة MQ-9 ريبر القادرة على التحليق لتقريبا 27 ساعة إن كانت حمولتها أقل، ممكن أكثر من 27 ساعة في نسخها الجديدة. ولكن طائرة MQ-9 ريبر هنا هي الطائرة معروفة للجميع من جميع الأطراف، أسقطتها جميع الأطراف من الفصائل الموجودة في منطقة الشرق الأوسط. الطائرة التي نتحدث عنها هي أكثر غموضا، وكذلك أن الطائرة الألترا هنا بأنها أرخص ثمنا مقارنة بالMQ-9 ريبر. الMQ-9 ريبر يصل سعرها إلى 30 مليون دولار، بينما هذه الطائرة يصل سعرها إلى 8 مليون دولار، وهذا يعني بأنها أرخص وأفضل بالعديد من القدرات التجسسية مقارنة بهذه الطائرة التي نتحدث عنها. والDVIDS التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية كانت قد نشرت صورا لهذه الطائرة وهي منتشرة وموجودة في الشرق الأوسط دون تحديد موقع هذه الطائرة المسيرة. هذه صورة وهذه صورة أخرى أيضا لهذه الطائرة، وهنا نشروها كما تلاحظون في 7 مايو. التقطت هذه الصورة والنشر كان في 8 مايو، وهذه الصورة كما تلاحظون لم يكشفوا عن الموقع وقالوا بأن هذا الموقع غير محدد بالنسبة لهذه الطائرة. بالتالي بأخذ عدد من الملاحظات من هذه الصورة التي نراها، ستلاحظ هنا خلف هذه الطائرة وهي طائرة MQ-9 ريبر كما نلاحظ خلفها بالاتجاه اليسار أو إلى الشمال، ستلاحظ طائرتين من طائرات MQ-9 ريبر، أي أن هذا موقع خاص بهذه الطائرة المسيرة الشهيرة. ولكن إلى اليمين باتجاه هذا الهنجر، الهنجر رقم 5، ستجد الطائرة، طائرة ألترا المسيرة الأمريكية التي نتحدث عنها اليوم، كبيرة بالحجم، واضحة جدا، متطابقة مع ما رأيناه قبل قليل. بالتالي بأخذ بعض العلامات هنا من هذه الطائرة المسيرة، ستلاحظ بأننا أمام هذا الهنجر وبمسافة أخرى هنجر آخر، الهنجر رقم 5 بهذا الشكل. وأيضا نلاحظ بعض المباني في الخلف التي ممكن أن نستفيد من شكلها. تلاحظ خلف الهنجر الذي ذكرناه الذي تتواجد فيه الطائرة هنالك مبنى صغير ومبنى آخر خلفه، وهنا مبنى كبير يأتي باتجاه طائرة MQ-9 ريبر. بالإضافة إلى ذلك، إلى أن The War Zone كانت قد تحدثت وقالت بأن هذه الطائرة متواجدة في قاعدة الظفرة في الإمارات العربية المتحدة، وبالتالي إذا ما حاولنا أن نتأكد هل فعلا هي موجودة بهذه القاعدة وهل فعلا هي انتشرت في هذه المنطقة، لأن ليس هنالك كثير من المعلومات عنها هنا أبوظبي، وهذه هي قاعدة الظفرة التي ترونها، النقطة التي تتواجد فيها طائرات MQ-9 ريبر معروفة تأتي هنا بهذا الاتجاه. كما نلاحظ هذه هي واحدة من طائرات MQ-9 ريبر. الصورة طبعا نوعا ما في هذا القمر الصناعي تعود إلى عام 2023، ولكن تظهر لك الطائرات واضحة وفعالة ونشطة في هذه القاعدة. بالتالي من المفترض أن تكون الطائرة التي نتحدث عنها هنا، خاصة إذا ما اقتربنا
من هذين الهنجرين. طبعا هذه الهناجر التي رأيناها الآن قبل قليل تلاحظ كل شيء متطابق، ونلاحظ هذا المبنى وهذه المباني التي جاءت خلف الهنجر الذي تحدثنا عنه، وهذا هو المبنى الكبير الذي كان ظاهرا خلف طائرة الصورة الامكنان ريبر. وعلى هذا الأساس الصورة عندما التقطت، إذا ما انسحبنا قليلا الصورة كانت قد التقطت بهذا الشكل لطائرة الامكنان ريبر التي يبدو بأنها كانت موجودة هنا بالضبط، وأن هذه الصورة كانت قد أظهرت الطائرات المسيرة الموجودة في هذه المنطقة. بالتالي فعلا طائرة ألترا الأمريكية المسيرة المتطورة موجودة في هذه المنطقة. ولكن السؤال الهام الذي طرح من قبل كل هذه المصادر على القيادة المركزية الأمريكية، على وزارة الدفاع الأمريكية، ما هو الغرض من انتشار هذه الطائرات المسيرة، وما هي العمليات التي ستكلف بها هذه الطائرة المسيرة؟ لم تجب الولايات المتحدة عن طبيعة العمليات التي ستخوضها هذه الطائرة. بالتالي هي طائرة غامضة وفي عمليات غامضة للغاية لن تعرف أبدا، ولكن واضح أن عملياتها تجسسية بحتة في جمع المعلومات في منطقة الشرق الأوسط، وهي طبعا قريبة جدا من إيران التي تصعد في العديد من المستويات مع الأزمة الموجودة في قطاع غزة، تصعيد من الفصائل في العراق، في سوريا، حزب الله اللبناني، وكذلك أيضا جماعة الحوثي. وطائرة طبعا تأتي في توقيت مهم، في توقيت رأينا فيه طائرة الامكنان ريبر ثلاثة منها قد سقطت وأسقطتها جماعة الحوثي على الأراضي اليمنية منذ نوفمبر من العام الماضي حتى الشهر الماضي تقريبا. هذا يعني 90 مليون دولار تقريبا من الطائرات المسيرة قد أسقطتها جماعة الحوثي بصاروخ لكل طائرة. كذلك أيضا شهدنا طائرة الامكنان ريبر وهي تسقط أيضا في العراق، تحديدا في محافظة ديالى أيضا في الأشهر القليلة الماضية، وهنا يعني نتحدث عن 120 مليون دولار من هذه الطائرات المسيرة التي كانت في حقيقة الأمر تقوم بعمليات استطلاع وتجسس، بالضبط نفس الوظيفة التي ستقوم بها هذه الطائرة، طائرة ألترا الأمريكية. وبالتالي وجودها هنا هو يوضح أن الولايات المتحدة تبحث عن عمليات تجسس أكثر فاعلية وأقل تكلفة وبتقنيات عالية للغاية. كذلك أن الطائرة أيضا الآن والإعلان تأتي مع انتشار USS دوايت آيزنهاور التي عادت مرة أخرى إلى البحر الأحمر، وهذا يعني بأن USS فلوريدا الغواصة النووية أيضا قد عادت إلى البحر الأحمر. هذه الغواصة عادة هي تسير مع USS دوايت آيزنهاور، ولكن طبيعة تواجدها دائما هي سرية بحتة، لكن واضح بأن عملية الانتشار هنا تأتي كبيرة، والولايات المتحدة تفرض قوتها مرة أخرى في هذه المنطقة مع حقيقة بدء إسرائيل وتوسع إسرائيل في عمليات تقدمها في مدينة رفح، واستمرار هذا التقدم وعدم وجود أي حل وأي اتفاق نهائيا بين إسرائيل وبين حركة حماس. وخاصة أن الأكسيوس كانت قد كشفت في 48 ساعة الماضية بأن مجلس الحرب الإسرائيلي صوت بتوسيع العمليات في مدينة رفح، وهذا هو الذي بدأ فعلا يحدث على الأرض، والأي بي سي نيوز الأمريكية كذلك غازا وور يونت تراكر أكدوا عملية التقدم على الأرض بأنها مستمرة وتوسعت بشكل أكبر من قبل الجانب الإسرائيلي. فإسرائيل عندما بدأت هذه العملية بلواءين، اللواء الأول وهو 401 المدرع التابع للفرقة 162 الإسرائيلية تقدم إلى معبر رفح، وبعد ذلك اللواء 84 الإسرائيلي من اللواء المشاة تقدم أيضا هنا في هذه المنطقة في البيوك، في حارة البيوك، وبدأت عملية التوسع. الآن الظروف تحديدا بحسب الغازا وور يونت تراكر قد تطورت باتجاه شارع صلاح الدين بشكل كبير من الجانب الإسرائيلي، والدبابات الإسرائيلية طبعا واللواء المدرع قد وصل إلى هذه المنطقة وبدأ يحاول التمشيط هذه المنطقة والتقدم، وكذلك أن لواء المشاة أيضا كان قد وصل هنا إلى البيوك تقريبا في هذه النقطة تحديدا. بدأوا بعمليات التوسع طبعا باتجاه هذا المطار الذي ترونه أمامكم، وهو مطار ياسر عرفات الدولي. سابقا قبل عام 2000 بدأت الدبابات تظهر وتسيطر على هذا المطار، وبدأت القوات واللواءين يلتقيان في هذه المنطقة. لا زال هنالك نوع من المقاومة، لا زالت هنالك مقاومة تجري من قبل الفصائل الفلسطينية إن كانت في البيوك وإن كانت هنا في الشوكة تحديدا، لكن إسرائيل
إسرائيل تقصف هذه المناطق بعنف وتحاول اقتحامها وتدمير الأبراج وكل ما ممكن أن يتم السيطرة عليه. الجيش الإسرائيلي طبعا تقدم الآن بشكل رسمي وسيطر على كامل شارع صلاح الدين هنا، وأيضا بدأوا بالتقدم باتجاه البيوك من هذا الطريق الذي ترونه بشكل عكسي لمواجهة الفصائل الفلسطينية، وكذلك أيضا تقدموا نوعا ما بهذا الاتجاه. هنالك نوع من الاشتباكات مع الفصائل الفلسطينية، وأن إسرائيل لم تكذب خبرا وتقدمت من شارع الإيمان أيضا باتجاه شارع العروبة الذي يعتبر هدفا رئيسيا الآن بالنسبة للجيش الإسرائيلي. لا بل إنهم تقدموا أيضا باتجاه شارع العروبة من هذا الاتجاه، وقد مسكوا هذا الطريق بأكمله وأصبحوا على تخوم، بل أصبحوا على بوابة، وأنهم سيدخلون إلى طريق أبو يوسف النجار قريبا جدا. وأيضا تقدمت القوات الإسرائيلية أيضا بهذا الطريق الذي ترونه الذي هو يمثل معبر فيلادلفيا، وأن هنالك عمليات قصف عنيفة تجري أيضا بهذه المناطق التي تأتي هي محاذية لمحور فيلادلفيا. وطبعا إسرائيل ستقصف كل هذه النقاط، يعني 30% من المساكن ستدمر من أجل أن يتقدم الجيش الإسرائيلي وأن يسيطر على محور فيلادلفيا بالكامل وصولا إلى البحر المتوسط. وهذا التقدم من الجانب الإسرائيلي ممكن أن يتطور طبعا مع هنا هذا الشارع الآخر الذي يمتد إلى شارع العروبة، لأن هذا الشارع يعتبر شارعا مهما مؤديا مباشرة إلى عمق مدينة رفح. هذا يوضح أن إسرائيل ليس لديها أي تباطؤ نهائيا، هم يتقدمون بالساعات على هذه المنطقة. وهنا كما نلاحظ مرة أخرى إذا ما عدنا لتخطيط هذا الطريق، هذا هو الآن شارع العروبة الذي تلاحظونه هنا، هذا هو الشارع الذي بدأت إسرائيل تستهدفه بشكل واضح. الهدف الأساسي هو شارع العروبة ثم شارع صدام، ومن ثم بعد ذلك سنكون أمام شارع عثمان بن عفان وكذلك شارع عمر بن الخطاب، وبعد ذلك نصل إلى شارع أبو بكر الصديق. وشارع عمر بن الخطاب هو يعتبر شارعا مهما للغاية، لأنه يتجه إلى ساحة الرئيسية ودوار رئيسي موجود هنا في وسط رفح، ويرتبط مباشرة بخان يونس، أي أنه طريق رئيسي مهم للغاية. بالتالي الجانب الإسرائيلي بمجرد ما يسيطر على هذا الشارع الذي نراه أمامنا من طبيعة التقدم التي تحدثنا عنها، يستطيع من التقدم باتجاه شارع صدام طبعا من شارع أبو يوسف النجار، من هذا الشارع الفرعي، من هذا الشارع الذي يطلق عليه شارع الجامعة، ومن شارع العروبة، ليمسك بزمام الأمور بهذا الطريق الرئيسي. بالتالي هذه ما يطلقون عليه أو يحدث أساسا من خلال حرب الشوارع بالنسبة للجيش الإسرائيلي، وبعد ذلك يبحثون عن التقدم من طريقين طبعا إلى شارع عثمان بن عفان ثم إلى عمر بن الخطاب طبعا، وبعد ذلك يتعمقون بشكل أكبر في مدينة رفح. والمثير بهذه المسألة أن إسرائيل أساسا أظهرت بأنها فعلا ستتقدم تجاه هذه المناطق، وهي أشارت إلى عدد من النقاط المهمة التي انتبهت لها أيضا الأقمار الصناعية، وأوضحت بأنها ستبحث عن عملية التقدم باتجاه هذا المركز، وهو مركز توزيع المساعدات للأونروا، وكذلك سيكون هدفا لها الملعب البلدي الذي تغير الآن وتحول إلى المستشفى الميداني الإماراتي بين نهاية نوفمبر وبداية ديسمبر من العام الماضي، مع أزمة المستشفيات ومعارك المستشفيات بين إسرائيل وبين الفصائل الفلسطينية المتمثلة بحركة حماس، بالإضافة إلى ذلك إلى سوق رفح هنا. هذا يعتبر السوق أيضا هدفا بالنسبة للجانب الإسرائيلي. هذه القضية أصبحت واضحة من المنشورات الأخيرة التي نشرها الجيش الإسرائيلي للمواطنين الفلسطينيين المتواجدين في مدينة رفح، وطلبوا منهم من مغادرة هذه المناطق إلى خان يونس، إلى المناطق الآمنة والإنسانية التي شكلوها لهؤلاء المدنيين. وهذه المنطقة طبعا درستها شركة بلانت للأقمار الصناعية، وأوضحت فعلا بأن هذه هي النقاط الثلاثة التي أشرنا لها، ألا وهي مركز التوزيع المساعدات للأونروا، وأيضا المستشفى الميداني الإماراتي، وكذلك سوق رفح. هذه كلها أهداف لإسرائيل، ويطالبون المدنيين من مغادرتها. وقالت ونشرت الأوسن ديفندر بأن هنالك أكثر من 300,000 مواطنين فلسطينية، من المواطنين الفلسطينيين قد غادروا هذه المنطقة، لكن أيضا لا زال هنالك أكثر من ما يقارب 400,000 لا زالوا متواجدين، أو 500,000 متواجدين في هذه المنطقة. بالتالي أزمة إنسانية محتملة مع تقدم هذه المعارك من قبل الجانب الإسرائيلي، لكن إسرائيل تبدو
وثقة من نفسها مع التقدم باتجاه مدينة رفح، وذلك بسبب ما يجري داخل الولايات المتحدة الأمريكية وداخل مبنى الكونغرس الأمريكي. كانت هنالك رسالة من 26 من الديمقراطيين موجهة مباشرة إلى مستشار الأمن القومي جيك سوليفان والبيت الأبيض، وانتقدوا تماما الرئيس الأمريكي جو بايدن عندما تحدث وقال بأنني لن أرسل الأسلحة لإسرائيل إن تقدمت إلى عنق رفح. انتقدوه تماما على هذه المسألة، وهم من الحزب الديمقراطي من حزبه، وطبعا هذه هي تواقيع الأعضاء من الحزب الديمقراطي في الكونغرس الأمريكي. بالإضافة إلى ذلك أيضا أن الصحافة الأمريكية مثل نيويورك بوست الأسبوع الماضي مع تصريحات بايدن وصفوا بايدن وكأنه خان إسرائيل وخان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو الأمر الذي بدأه أيضا يستثمره الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لمواجهة طبعا جو بايدن، وهذه مسألة قد تلعب أدوارا في الانتخابات القادمة الأمريكية. أيضا في نفس الوقت أن وزارة الخارجية الأمريكية كانت قد أرسلت رسالة للكونغرس وتقييما، وأكدت بأنه لا يوجد ما يشير إلى أن أي شيء فعلته إسرائيل قد انتهك الشروط التي حددتها الحكومة الأمريكية فيما يتعلق باتفاقيات استخدام الأسلحة. وأضافت أيضا لم يتم العثور على أي دليل على أن المساعدات الإنسانية الأمريكية أو غيرها من المساعدات الإنسانية المقدمة للسكان الفلسطينيين يتم حظرها من قبل الحكومة الإسرائيلية أو الجيش الإسرائيلي. بالتالي بناء على هذا يبدو أن الرئيس الأمريكي في موقف صعب للغاية، بأنه مضطر لإرسال الأسلحة بدلا من إيقافها لإسرائيل للاستمرار بعمليتها في داخل رفح. وهذا هو بالضبط الذي تحدثت عنه الصحافة الإسرائيلية في 24 ساعة الماضية عن مسؤولين إسرائيليين قالوا في نهاية المطاف بايدن سيرسل الأسلحة لنا لأننا لم نخالف شيئا ولأننا نسير حسب هذه الخطة. لكن الفصائل الفلسطينية هنا هذه لا تعني نهاية القصة بالنسبة لها، فواضح جدا أن الجيش الإسرائيلي كل ما تقدم له هو شارع صلاح الدين، نعم، والمناطق التي تقدم لها شبه بأن هنالك نوع من المساحات الموجودة بهذه المنطقة بشكل عام التي تقدموا لها. تلاحظ هنا المطار على سبيل المثال أو حتى الشوكة في هذه النقطة، التقدم في شارع الإيمان، هذه كلها نوعا ما مساحات مفتوحة. واضح أن الفصائل الفلسطينية هنا تحاول استدراج القوات الإسرائيلية إلى شارع العروبة هنا لكي تشكل المفاجأة. يجب أن لا ننسى أن الفصائل الفلسطينية لا زالت لديها 4 كتائب موجودة هي تقاتل فعلا في هذه المنطقة، ولكن طبعا الفصائل الفلسطينية موجودة في كل مربع، وموزعين المقاتلين الخاصين بهذه الفصائل بهذا الشكل من مربع لآخر، أي أن حتى لو إسرائيل حاولت على سبيل المثال قطع الطريق بين مربع سكني وآخر، وهذا هو الذي تفعله إسرائيل، هذه الفصائل تمتلك الأنفاق، لا بد من عدم نسيان هذه المسألة، يستطيعون من المناورة بشكل كبير بالأنفاق، وكذلك أنهم لا زالوا يمتلكون أيضا قدرة عمليات التفخيخ إن كان المبنى مفخخ، إن كانت هنالك عربات مفخخة، وهذه تحدث فيها الكثير من المفاجآت. كذلك القناصة الخاصين بحركة حماس الذين بدأوا ينشرون الآن مقاطع لعملية اصطياد الجنود الإسرائيليين، وبدأ هنالك بعض الخسائر لدى الجيش الإسرائيلي وهو لم يتقدم إلى النقاط المكتظة حتى هذه اللحظة. كذلك أن الفصائل الفلسطينية تمتلك أيضا الهاونات، تمتلك قدرات صاروخية قادرة على ضرب الجيش الإسرائيلي والخطوط الخلفية للجيش الإسرائيلي من أجل إنهاك هذه الخطوط ومحاولة محاصرة الجنود الإسرائيليين من لواء المشاة 84 الذي بدأ يتغلغل شيئا فشيئا في هذه المنطقة. وأيضا هم لا زالوا يمتلكون قدرات بالطائرات المسيرة التي ترمي قنابل ليست مدمرة ولكن ممكن أن تعطل دبابة أو دبابتين أو مدرعة أو مدرعتين. بالتالي الفصائل الفلسطينية لا زال لديها القدرات، خاصة لا بد من الانتباه بأن لا زال هنالك القيادات أيضا، إن كنا نتحدث عن محمد الضيف أو يحيى السنوار، وهذا يعني أن هنالك قوات خاصة تحميهم من الحرس الخاص سيكونون حاضرين. بالتالي هذه معركة ليست سهلة أبدا على الجانب الإسرائيلي، ورغم كل الضرب والقصف الإسرائيلي إلا أن الفصائل الفلسطينية لا زالت فعلا
تقصف المعابر، تقصف أينما يتحشد الجيش الإسرائيلي، على سبيل المثال معبر كرم أبو سالم، كرم شالوم لا زال يستهدف، واليوم كانت هنالك قذيفتين أو صاروخين بهذا الاتجاه. كذلك أن الفصائل الفلسطينية فاجأت الجميع وبدأت تشتبك مرة أخرى، أين؟ في جباليا هنا في شمال قطاع غزة، أمر مفاجئ بالنسبة للجانب الإسرائيلي، الأمر الذي دفع إسرائيل بالدفع بالفرقة 98. وكذلك لاحظنا أن لواء المشاة الخاص بالجيش الإسرائيلي وهو لواء نحال أيضا قد دخل إلى وسط قطاع غزة تقريبا من أجل المشاركة في عملية الاشتباكات، اشتباكات هائلة تجري في جباليا. فجأة الفصائل الفلسطينية فعلت تلك الجبهة التي من المفترض إسرائيل قد أمنتها وسيطرت عليها، لكن واضح الفصائل الفلسطينية تفتح أكثر من جبهة لاستنزاف الجيش الإسرائيلي. وهذا هو وهذه المسألة التي انتبهت لها الوول ستريت جورنال وذكرت الآتي حول هذه المسألة. عودة القتال في مدينة غزة ومناطق شمال القطاع تظهر احتفاظ حماس بقدراتها القتالية، بالتالي نحن أمام ظروف عالية، ظروف تصعيدية كبيرة للغاية في ظل انتشار أمريكي هائل، نشر الطائرة المسيرة التي نتحدث عنها، وكنا تلعب أدوارا فوق قطاع غزة وفوق جماعة الحوثي أو حزب الله أو الفصائل أو حتى إيران، من يدري.